السلام عليكم، ماش اخباركم؟ كل شي بخير، صحيحتكم لاباس، اموركم على خير. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله، واحوالكم مزيانه. غادي نصوبوا واحد تحليه اليوم ان شاء الله بالتفاح، كتجي رائعه. حشنا في التفاح، عينكم ميزانكم، بغيتو ديروا غير جوج تفاحات بركه عليكم. عندنا واحد الفلون، هذا راه بالسكر، لما كان داك الصغير راه ضروري نديرو السكر، هذا ما غاديش نزيدو عليه السكر. عندي هنا معلقه ديال النشا، وعندي نسيترو ديال الحليب. هذا الشيء اللي كاين في التحليه، كتجي رائعه البنات، وفي التزيين ان شاء الله. دابا تشوفوا شنو باش غادي نزينها. اول حاجه البنات، غادي نقيو التفاح ديالنا، هذا ديال التزيين. غنقطعو بحال هكا مربعات صغار، غادي ناخذوا هاد التفاح البنات، النص راه خليته بالقشره ديالو، والنص لا، نتوما الا بغيتو تحيدوا القشره حيدوها، ما بغيتوش خليوها. انا درت نص نص. غادي نديروا واحد معلقه ديال السكر عامره، وغنديروا واحد طريف ديال الزبده، نشعلوا عليه البوطه البنات، غير نعسلوا هاد التفاح ونطفيو عليه. هنا البنات في الخلاط غادي نديروا السيترو ديال الحليب، كنزيدو هاد التفاح. عندي انا تفاحه كبيره، راني درت وحده كنعسل فيها التزيين، وحده هي كبيره، الا كانوا صغار ديروا جوج صغار البنات. غنزيدها على هاد الحليب وغنطحنها مزيان. صافي البنات، من بعد ما طحنا، هاد العمليه ضروريه تصفيوه، حيت كيبقاو فيه واخا كنطحنو مزيان، مني كان يطيب كانت يوليو فيه دوك الحبيبات ديال التفاح، يعني ضروري ما نصفيه. شتوما البنات، واخا كنطحنو نعيا ونطحنو فيه كيبقاو هاد. صافي كتبقاو عليه هكا حتى كيبقى غير داك هذا ديال التفاح. شتو البنات، كنزيدو معلقه ديال النشا عامره، نزيدو ساشي ديال الفلون البنات،
غادي نديروه يطيب. ما تغفلوش عليها البنات، اللي راكم عارفين فيه التفاح وفيه هذا الدقيق ديال النشا باش ما يلصقش لينا. صافي كنبقاو مع التحريك مستمر حتى كيبدا يعقد. صافو كنطفيو عليه. صافي البنات، احنا حيدنا من فوق البوطه، نحرك باش نحيد داك الجهد ديال السخونيه باش ما يطرطقوش ليا الكيسان. بسم الله. الفلون راه درت فانيا البنات، هو اللي كيجيني انا مع التفاح. صافي غنخلي حتى يشد فراسو البنات ونرجع معكم. من بعد البنات ما التحليه ديالنا يعني الفلون ديالنا شد فراسو، دخلنا الثلاجه تبرد شويه، درنا واحد البنانه هنايا عصرت عليها شويه ديال العصير ديال الحامض باش ما تكحلناش. كنحطو البنان هو الاول، كنزيدو فوق منه تزيين، كيبقى على حساب انا كنعطيكم غير داكشي اللي كندير انا. كنزيدو شويه ديال التفاح من الفوق هكايا معسل. شويه ديال الفخوي اللي عندكم البنات اللي كان اللي متواجد، وحنا غير مع الموجود ماشي بالضروره نديرو شي حاجه ما كايناش. غنديرو شويه ديال الحبوب شي البنات، واخر مرحله البنات عندي هنايا هذا الحليب المحلى، وعندي هنايا الشوكولا. ديروا اللي عجبكم نتوما، ديروا خطوط هكا يزينوهم من الفوق باش ما بغيتوا البنات. انا درت غير خطوط رقيقه البنات معاه هو حلو. صافي وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال التحليه ديالنا. نتمنى طرقكم وتعجبكم، ولا عجبتكم وعجبكم الفيديو من طبيعه الحال بارطاجيوه مع الحباب ومع الصحاب. ما تنسونيش بلي لايك وبالتعاليق ديالكم الجميله، خليت لكم الراحه حتى الاقتراح المجيء ان شاء الله. نلقاكم في اتم الصحه والعافيه. السلام عليكم.